الفينسنت أنجينا. الفينسنت أنجينا هي عبارة عن acute specific infection بيحصل في الماوث وبيحصل في الفاركس. الكوزاتيف أورجانيزم بتاعتها هم اتنين أن أيروبيك أورجانيزم. الاتنين أن أيروبيك أورجانيزم دول اللي هم الباسيلاس فيوزي فورم والبوريليا فينجنتياي. البوريليا فينجنتياي دي بتكون شكلها حلزوني بالشكل ده، يبقى الباسيلاس فيوزي فورم والبوريليا فينجنتياي. البريدس بوسنج فاكتور لو في بور اورال هايجين او في حالات الاميونو سابريشن. الكلينيكال بيكتشر بيقول لك ان هي عكس الدفتيريا، واحنا عرفنا ان الدفتيريا بتطلع توكسينز بتجري في الدم، فهي يعتبر ايه الجنرال مانيفيستيشن بتاعتها بتكون اكتر بكتير ومور دينجرس اكتر من اللوكال مانيفيستيشن. انما هنا الفينسنت انجينا بيقول لك ان هي مش بتطلع توكسين، لذلك هي ملهاش جنرال مانيفيستيشن، يعني هي الجنرال كونديشن بتاعها بيكون جود، انما هي الخطوره بتاعتها في اللوكال مانيفيستيشن. وده السؤال الشفوي اللي في النقطه دي. طيب السيمبتومز بيقول لك زي اي انفكشن بيصيب الزور، بيعمل لك التهاب في الزور، وقلنا زور يبقى سور، يبقى سور ثروت سيفير المره دي، هيبقى معاه ديسفيجيا، هيبقى معاه طبعا فيتر اورس، طبعا مفيش صرف للبق ففي فيتر اورس وفي هاليتوزيس، هيبقى معاه المره دي بقى بين ورادييتنج بين مع الاير، يبقى في بين ورادييتنج بين مع الاير. لو نزلنا للرقبه هنلاقي اللارج تندر لينف نود، وهنا قلنا الجنرال كونديشن بيكون ايه، بيكون جود، لان مفيش توكسيميا، مفيش جنرال توكسيميا. طيب الساين بتعمل لي السر وممبرين. الالسر وممبرين دول بتعملهم على التونسل والنير باي، ممكن كمان تروح اكسيتنت للنير باي اورجانس. بعدين دي طبعا الالسر بيكون بالشكل ده. الديفرنشال دايجنوزيس هو نفس الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الاكيوت تونسلايتس، تمام، بس احنا هنا كنا بنقول 2 ام هنا لان كان في مالجنانت طبعا، لا هنا ام واحده. طيب بالمره لو قال لي الدفتيريا ايه الديفرنشال دايجنوزيس بتاعتها، الدفتيريا زي ما احنا عارفين هي بتعمل ممبرين، تمام، فهنكتب الرقم النقطه رقم 1 و2 و3 دول هم برضو الديفرنشال دايجنوزيس بتوع الدفتيريا. الانفستيجيشن بتعمل لي سي بي سي، طبعا هعمل سي بي سي، والسي بي سي هنا هلاقي اليوكوسايتوزيس وهلاقي نيوتروفيليا. طيب الدفتيريا كنا بنقول ليمفوسايتوزيس لانه كان قلنا ان في توكسيميا، فمن خطورته كانه بقى شبه الفيروس هيعمل لي ليمفوسايتوزيس. انما الفينسنت ملهاش توكسيميا، فهنا زي اي بكتيريا ليوكوسايتوزيس ونيوتروفيليا. كمان بعمل ثروت سواب للكالتشر والسنسيتيفيتي بتاعه الاورجانيزم. التريتمنت بعالج بالبنسلين، ولو البنسلين عندي في الرجيك من البنسلين استخدم الماكرولايدس اللي هي اريثرومايسين. بعدين ممكن استخدم في العلاج بقى تاني حاجه في العلاج اللي هي ميه الاكسجين، اعمل H2O2 جارجلز، تمام. ده الفينسنت انجينا. السكارلت فيفر، بالنسبه بقى للسكارلت فيفر، السكارلت فيفر هي اكيوت انفكشن عادي خالص حصل في الثروت وحصل في التونسلز، وتسبب عن طريق ستريبتوكوكس هيموليتكس، تمام، لحد كده تمام. بس ايه بقى ميزه سكارلت فيفر؟ ان هو بتكون فيها سكين ريد راش، تمام، يبقى هو في سكين ريد راش هنا اهو، ده السكين ريد راش، ده يمكن الميزه اللي موجوده في السكارلت فيفر، تمام. لما نيجي نتكلم على الكلينيكال بيكتشر، الكلينيكال بيكتشر بتاعتها نفس الاكيوت تونسلايتس، هو انفكشن حصل في ايه؟ الزور في الثروت، فهو عادي بكتيريا الانفكشن حصل في الزور، فهو نفس الكلام بتاع الاكيوت تونسلايتس، ما فيش اي مشكله. ساعه ما كنا قلنا ساعتها التحشيشه ان واحد خليجي جه قال لك انا الزور حجي، تمام؟ الزور حجي، ونفس المانيفستيشن ما فيش اي مشكله، نفس السيمبتومز ونفس الساينز، تمام. بس هنزود حاجتين بقى، ان هو في ريد سكين راش وفي ايه، وفي ستروبري تانج. ستروبري تانج اهو، ده الستروبري تانج، وطبعا كوت التانج دي مع اي تونسلايتس، يعني كوت التانج ده كان في الساينز بتاعه تونسلايتس، ده الستروبري تانج. والستروبري تانج ده ستروبري تانج ده بيكون ايه، شبه الفراوله كده. بالنسبه للانفستيجيشن، الانفستيجيشن بعمل ايه، بعمل الثروت سواب للكالتشر سنسيتيفيتي عشان اعرف الكالتشر سنسيتيفيتي، بعمل الديك تيست. والديك تيست ده بستخدمه ازاي؟ بقول لك ان انا بجيب التوكسين بتاع السكارلت فيفر وبروح احطها ايه، وبروح احطها على السكن، والله السكن حصل فيه ريدنس يبقى ده ايه بوزيتيف، ما حصلش يبقى نيجاتيف، دي الفكره بتاع الديك تيست. طيب التريتمنت نفس التريتمنت بتاع الاكيوت تونسلايتس، متكرر نفس الكلام. infectious
مونونيوكليزس، والانفكشوس مونونيوكليزس دي عباره عن انفكشن كوزد باي الابشتاين بار فيروس، يعني هو فيروس مش بكتيريا. مهمه جدا، يبقى هي فيروس مش بكتيريا. لذلك في التريتمنت ما ينفعش استخدم ايه الانتي بايوتيك، وده السؤال الشفوي. هيقول لك ليه ما بستخدمش الانفكشوس مونونيوكليزس، ما استخدمش معايا الانتي بايوتيك في التريتمنت؟ تقول لي يا دكتور ان سببها ابشتاين بار فيروس، وده عباره عن فيروس مش بكتيريا. المود اوف ترانزميشن هو عباره عن كيسنج ديزيز، وانا جايب لك صوره اهو. الصورة دي عبارة عن كيسنج ديزيز، بيتنقل عن طريق السلايفا، تمام؟ الكلينيكال بقى برزنتيشن بتاعتها او الفورمس بنحششها في كلمة فاي، فاي اف اي اي. الاف اللي هي فيبرايل تايب، والفيبرايل تايب ده هو اف اهو، فبيبقى معاه برضو ايه حاجة بحرف الاف اللي هي فيفر، والفيفر بتكون اوف انون اورجانز، وبتكون نوت ريسبوندنج للتريتمنت، وبيكون معاها ماكيولو بابيولر ريش. طيب الايه اللي هي اديسون تايب، والاديسون تايب دي اللي هو بيكون جنرالايزد لينفادونوباثي. طيب بعد كده رقم 3 التايب اللي هو انجينوز تايب. انجينوز تايب ده بيقول لك ان هو في مالتيبل ثروت السريشن، بيبقى في السر بقى وفي تونسلايتس. بعدين الاتريك تايب، الاتريك تايب ده بيكون فيه جوندس، وبيكون فيه هباتو سبلينوميجالي. دي الايه الكلينيكال برزنتيشن او الفورمس او التايبز بتاع الانفكشوس مونونوكليزس. الانفستيجيشن سي بي سي، سي بي سي هتلاقي مونوسايتوزس، هو مونونيوكليزس من اسمه هلاقي ايه مونوسايتوزس. طيب برضو في التيست بقى اللي بنستخدمه السبيسيفيك واللي هو بيوز نواديز اللي هو مونو سبوت تيست، من اسمه برضو اد انفكشوس مونو، فهو مونو سبوت تيست ده سبيسيفيك تيست. طيب في تيست كمان زمان كنا بنستخدمه اسمه بول بانل تيست. البول بانل تيست ده مش نوت يوزد نواديز. التريتمنت هستخدم كونسرفاتيف ميجر اللي هو سبورتيف تريتمنت، هنا في صوره فيتامين وفي صوره انالجيسيك، بستخدم فيتامين انالجيسيك. ودي النوت بوك اللي احنا قلناها ان الانتيبيوتكس ار نوت يوزد ان ذا تريتمنت اوف انفكشوس مونونيوكليزس، لان هي عباره عن فايرال انفكشن مش بكتيريا. اجرانيولوسايتوزس، اجرانيولوسايتوزس يعني مفيش، تمام؟ اجرانيولوسايتوزس يعني مفيش وايت بلاد سيلز، الوايت بلاد سيلز عندك مش مفيش خالص، لا هي قلت في العدد، تمام؟ خصوصا النيتروفيل او الجرانيولار ايه؟ او الجرانيولار سيلز، اجرانيولو تمام؟ يبقى جرانيولار سيلز اللي هي النيتروفيلز، يبقى هي سيفير فيتال كونديشن، خد بالك ان هي فيتال، تمام؟ اللي بيتتميز ان في ديكريز في الوايت بلاد سيلز كاونت بيلو 1000 بير ملي، تمام 1000 بير ملي. الايتيولوجي بيقول لك برايمري السبب الاساسي هو بيكون ايديوباثيك، يعني ملوش انون كوز. سكندري بقى بيقول لك ان في سيفير بون ديبريشن، سيفير بون ديبريشن بيكون بواسطه الانتيبيوتيك زي الكلورونفينيكول، الانتي مايتوتيك زي الميثوتريكسيت، تمام؟ او حصل الراديشن مثلا فعمل لي بون مارو ديبريشن، او فيرال انفكشن زي الاتش اي في. الكلينيكال بيكتشر هيجي لك عندك بسور ثروت، هيجي لك بديسفيجيا، هيجي لك طبعا ممكن يجي لك بقى بشويه السر موجودين في الماوث، موجودين في الفاركس، بس الالسر دي بتتميز ان هي ما فيهاش حواليها اي انفلاماتوري رياكشن، تمام؟ اهو دي شكل الالسر، ان مش بيبقى حواليها اي انفلاماتوري رياكشن. differential diagnosis بنفس ال differential diagnosis بتاع اي ulcer، vincent angina ulcer مثلا لازم افرق ما بينها، التروماتيك ulcer والافثوس ulcer. الافثوس ulcer لو عشان نفتكر هي عباره عن ايه؟ اوتوميون ulcer. investigation بعمل سي بي سي، والسي بي سي هلاقي هنا ايه؟ decrease في الوايت بلاد سيلز كاونت اقل من 1000 او 1000 بير ملي، خاصه ايه؟ الجرانيولار سيلز او النيوتروفيل. التريتمنت اول حاجه بعمل ايزوليشن عشان اتجنب اي سكندري بكتيريال انفكشن. طبعا لو حصل اي بكتيريال انفكشن او سكندري بكتيريال انفكشن ومفيش وايت بلاد سيلز، يبقى كده ايه البكتيريا ايه هتنتعش جوه وتعمل مستعمرات 100 100، وممكن العيان ده تحصل له بعد كده ايه ديث. بعدين رقم 2 بستخدم انتيبيوتيك، بس مش انتيبيوتيك زي الكلورونفينيكول اللي بتاثر على البون مارو وبتعمل له ايه ديبريشن، فهنا بايه نوت افكت ايه البون مارو. اعمل ريبيتد فريش بلاد ترانسفيوشن، طبعا لازم اعمل ريبيتد بلاد ترانسفيوشن عشان احاول اعوض الوايت بلاد سيلز دي. بعمل تريتمنت بقى للكوز في حالات لو في حصل اي سكندري كيزز عن الاجرانيوسايتوزس، لازم اعمل تريتمنت للكوز طبعا في السكندري كوزز، اسف مش كيزز اللي هو دي كده. اكون خلصت شابتر الرابع اللي هو ديزيز اوف ذا اوروفاركس.